Première expérience baccalauréat, donc l'étude des régimes transitoires et détermination de la valeur temps du dipôle RC. Donc cette expérience concerne la leçon 1. D'accord? Donc on va voir le régime transitoire dans cette expérience et on va mesurer la valeur temps. Il y a une tجربة تخص البكالوريا ولكن ممكن يستفيد منها أيضا تلاميذ آخرون أو محبي الفيزياء بصفة عامة. للقيام بالتجربة نحتاج un GPF. Donc on va fixer les valeurs. Donc on va choisir un signal carré, يعني واحد إشارة اللي هي مربعية. ترددها 10 و 10 ل 10 هرتز بمعنى ان دورها 100 ملي سكوند. سوف اختار يعني الوسع هذه الاشاره هذا التوتر 5 فولت ولكي من خلاله احصل على un échelon de tension, yani rutbet tawattur, sofa odif odif 5, sofa odif 5 volts. وبذلك فهي تصبح تتغير ما بين 0 0 و 5, ما بين 0 5, بدل ان تتغير ما بين ناقص 5 و 5 تتغير بين 0 و 5. On va avoir besoin aussi d'un oscilloscope pour visualiser les signaux, bien sûr. يعني راسين تبدو لمعاينة التوترات. Boîte de résistance حيث سوف نأخذ القيمة 10 كيلو أوم. في نفس الوقت boîte à décat de capacité. Donc on va fixer ici la valeur de capacité du condensateur à 1 microfarad. Idem, la valeur théorique, يعني القيمة يعني الحسابية للطول R fois C تساوي 10 ملي سكوند. 10 كيلو اوم مضروبة في 1 microfarad سوف تعطيني 10 ملي سكوند بالنسبة للطو. لنقوم الآن بالتجربة. نأخذ التوتر المربعي يعني تونسيون كاري. On va attaquer la résistance. De résistance, on va sortir vers le condensateur. Le condensateur, on va revenir à la masse. Et on va visualiser le signal carré. Et on va visualiser au bord du condensateur. Le résultat obtenu est la suivante. Et donc, comme vous le voyez, il y a un tawattur marbaï. Il y a un tawattur entre 0 et 5 volts. Et il y a un tawattur natif بين قطبي المكتف يعني او بون دو كوندنساتور. اذا لدينا عمليه شحن هنا وعمليه تفريغ هنا. رتبه التوتر صاعده ورتبه التوتر نازله. لتحديد قيمه تو ناخذ فقط التوتر بين قطبي المكتف. اذا وناخذ يعني حالات الشحن ثم نضغط على كورسور وناخذ مود سويفر. مود سويفر كما تلاحظون لدي يعني هاد عندما احرك اذا هنا يقوم ب يعني السوي داكشي اللي تسمى مود سويفر.
دونك هنا داك الصفر غادي نحدو، دونك هو هذا مثلا هو فيكسي صفر زيرو. ابخي غادي يولي دابا الاصفر هو اللي يتحرك. اذا شنو عندنا؟ عندنا التوتر او يساوي 5، نضربها في 0.63 نحصل على 3.15. ولا ننسى أن نأخذ بعين الاعتبار الحساسية 2، إذا 2 في 3.5 نحصل على تقريبا 3.15 في، أعيد، 5 في 0.63 تعطينا 3.15. 3.15 نضربها في الحساسية الرأسية نحصل على 6.3. إذا نبحث عن القيمة 6.3، إذا لاحظوا 6.4، شنو 6.4 تقريبا هنا، ثم نأخذ طوق هي هذا الزمن، الزمن يعني هو يعني أفقيا دلتا إكس تعطي 10 ملي سكوند. إذا هنا نثبت أن القيمة الحسابية يعني بار كالكول لا فالور تروفي اي تروفي اوسي اي مونتري اوسي دون مانيير اكسبيريمونتال. شكرا على الانتباه، نتمنى ان تنال اعجابكم هذه التجربه. وهذا شيء نفس الشيء يمكن ان نقوم به بالنسبه ل بالنسبه ل في حاله التفريغ، فقط يجب القيام بالحساب باستعمال 0.37. شكرا والى اللقاء.